وقفنا على بعض المشاريع التي لها علاقة وطيدة بالمواطن. إذن كان المشروع الأهم على مستوى بلدية المقالين هو زيارة المستشفى 60 سرير. أيضا كانت لنا زيارة لبعض النقاط الهامة، القطاعات هامة جدا، قطاع الصحة، قطاع المياه، التطهير إلى آخره. إذن أعطينا يعني تعليمات خاصة بالإسراع في إنجاز هذه المشاريع مع مراعاة الجودة والنوعية في الإنجاز.